Sì, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti, ci siamo? Buongiorno. Sabah al-khir, sabah al-khir alaikum kullukum, ci siamo? Ahna mongudin? Ok. Tamam, va bene. Allora. Buongiorno, buongiorno Semer, buongiorno, buongiorno a tutti e cominciamo. Tamam, احنا موجودين في كورس B1 ولزione 8. وطبعا احنا ابتدينا الكونديشنال كومبوستو او زمان الشرطي المركب الكونديشنال كومبوستو. Un attimo. Ok. Tamam. Il condizionale composto او الزمن الشرطي المركب وقلنا ان هو بيتكون من l'ausiliare essere او avere في زمن الكونديشنال semplice più il participio passato. تمام؟ يعني بقول avrei mangiato. Avrei mangiato يعني كنت هاكل بس ما اكلتش. اوكي؟ او avrei visto, avrei rivisto, او مثلا سري venuta او سري partita على حسب طبعا الفعل وطبعا في افعال بتستخدم essere وفي افعال بتستخدم avere. بونجورنو يا ايمي، طبعا ده احنا اخدناه بالتفصيل في حلقة امبارح. اوكي نكمل باقي استخدامات الكونديشنال كومبوستو. تمام، احنا من الجمل اللي احنا اخدناها ان الكونديشنال كومبوستو كان بيعبر عن حاجه اللي هي نوني رياليزابلي. نوني رياليزابلي ان هي ما كانش ممكن تحقيقها. يعني مثلا لو يعني حد عزمني على حفله يوم الخميس الجاي فبقول ايه افري اتشيتاتو il tuo invito ما سارو امبنياتا، ولكن هيكون عندي مشاغل حتى لو كان الخميس اللي جاي. لو كان اللي فات نفس الطريقة ساري فينوتا ما افيفو دا فاري، ماشي، كان ممكن اجي ولكن كان عندي مشاغل كتيرة. في الحالتين الموضوع نفسه نوني رياليزابل، يعني لا يمكن تحقيقه لان انا ما رحتش او ما قبلتش الدعوة. هنا يبقى نالفرازي بريسيدنتي، في الفرازي بريسيدنتي الجمل السابقة والامثلة السابقة اللي احنا اخدناها ابيامو فيستو كي الكونديشنال كومبوستو، الزمن الكونديشنال كومبوستو سي usa per un'azione presente او futura. يعني ممكن نستخدمه كمان في azione presente او futura che non è realizzabile، لا يمكن تحقيقها per motivi oggettivi. Per motivi oggettivi يعني ظروف مفعول، ظروف خارجة عن إرادتي، مش راجعة للسوجيتو، راجعة للأوجيتو. يعني أنا لافري اتشيتاتو يعني التو انفيتو ما مثلا دوف ما مثلا ممكن أقول ما تشي سارا ان شوبرو، هيكون في شوبرو، شوبرو يعني إضراب، فبالتالي أنا مش هقدر أجي خلاص لأن أنا في شوبرو، أنا ما عنديش مكنة فمش هقدر أجي. بس لو ما كانتش كده كنت قبلت دعوتك يعني. اوكي فهنا دي موتيفي اوجيتيفي. الكونديشنال كومبوستو سي يوزا برو انكي بير اون'azione بريزنتي او فوتورا كي بير موتيفي سوجيتيفي. ممكن نستخدمه كمان لموتيفي سوجيتيفي. يعني ايه؟ يعني انا بستعبط من الاخر. اوكي انا مش عايز اعمل حاجه بس بقول كان على عيني يعني. اوكي فوليامو بريزنتاري كومي نون رياليزابلي، احنا هنبينها على انها ما تنفعش. اوكي يعني هي بتكون يعني امودو دي داري سكوزا، يعني بدل ما نعتذر بشكل وحش فايه يعني نستعبط من الاخر. هنا se vai a Roma potresti dare un passaggio a Carlo. se vai a Roma potresti dare un passaggio a Carlo، لو هتروح روما ممكن تاخد كارلو في سكتك. dare un passaggio يعني تاخده في سكتك كده وانت رايح روما. فهنا انا عندي حالتين، يا اما انا هرفض اخد كارلو لاسباب اوديتيفا او اسباب او اسباب اوديتيفي اللي هي اسباب خارجه عن ارادتي، او اسباب سوجيتيفي اللي هي راجعه للفعل نفسه. يعني مثلا هنا بقول ليه
avrei dato un con piacere يعني انا بكل بكل سرور طبعا ان انا يعني هكون عايز ويسعدني وان انا اديله الباساجو ده اللي هنا لي الوي وهنا ايه لو اللي هو الباساجو ماشي الوي لو اللي هي هنا برونومي الاثنين اللي هي ديريتو وانديريتو ادانا برونومي كومبيناتو اللي هو ليلو ولكن هنا الابوستروف عشان خاطر في فوكالي ليلا فري داتو كون باسا كون بياتشيري كنت هدور من عيني حاضر ما ولكن اوري مانداتو الفياجو لكني لغيت الفياجو بيركي لا ماكينا اي دال ميكانيكو ولكن الماكينة اي دال ميكانيكو يعني الماكينة خلاص انا لغيت الفياجو كله والسيارة لدى الميكانيكي فبالتالي هنا دي فعلا حاجة خارجة عن ارادتي انا لغيت الفياجو ريمانداتو الفياجو فهنا انا بقول يلا افري داتو افري داتو كنت هديوله من عناية ولكن مش هقدر لظروف خارجة عن ارادتي ممكن تكون هنا بقى انا اكون بستعبط انا مش عايز اخد كارلا معي اوكي فهنا كارلا مش كارلا انا اسفة يبقى ليه ليه اللي هي اليلة اوكي يبقى هنا ليلا براي داتو كون بياتشيري كنت هديها لها من عينيا الباساجو ولكن ما سيامو جاين شينكو بس احنا خمسة ما عندناش مكان هنا انا بستعبط يعني هنا انا بستعبط يعني هنا موتيفي سوجيتيفي فورس كي بارلا ممكن يكون اللي بيتكلم نون فولي داري ان باساجو ا كارلا يعني لا يريد ان يعطي الباساجو لكارلا اوكي اي تروفا اون سكوزا بير نون ديرلو ابيرتامنتي وبيحاول ان هو يلاقي سكوزا او اعتذار بحيث ان هو ما يقولهاش بشكل مباشر فهو بيقول لها يعني على عينيا طبعا ليرا فريداتو انا كنت هديها لها طبعا من عينيا حاضر بس كون بياتشيري ما سيامو جا ان تشينكو بس احنا خمسه فمش هينفع ان هي تيجي اوكي الكونديشنال كومبوستو يوز ان فرازي ديبندنت يعني هو بيستخدم في جمل مستقلة بذاتها بير اسبريميري ليعبر عن اوناتسيوني يعني حدث او فعل يعني بوستيريوري اد اونالترا باساتا واحدة بعد واحدة تانية فاتت قبلها يعني في واحدة جت واحدة كانت قبليها يعني مرتبط على حاجة انت دعتني فانا هنا بقول ايه افريا تشتاتو لتو انفيتو يعني انا كنت اقبل دعوتك ولكن انت الاول دعتني يعني هو حدث قبلي حدث حصل فطوره نيل باساتو فطوره نيل باساتو ممكن يكون فطوره نيل باساتو الكلام ده ممكن حصل امبارح اوكي لافري اتشيتاتو التو انفيتو كنت هقبل دعوتك ما افيفو دافاري ماشي انا كنت هقبل دعوتك ده مستقبل للي هو افيفو دافاري يعني انا كان يعني او مستقبل لدعوتك يعني انت هنا ده مستقبل في الماضي اوكي يبقى هنا ديبند سمبر un attimo يبقى هنا فطور نيل باساتو ان كويل ان كويستو ان كويستو كازو في هذه الحاله الكونديشنال كومبوستو زمن الكونديشنال كومبوستو ديبند بيعتمد على سمبر دائما un verbo principale في verbo principale فعل اساسي رئيسي al passato في الباساتو non legato al presente في الباساتو مش مرتبط بالمضارع ماشي يعني ايه الكلام ده يعني هنا في presente اوكي presente بيكون ايه يعني presente بيكون لي futuro او passato legato al presente او passato legato al presente المهم في فيهم حدث هو futuro بالنسبه للحدث التاني تمام اوكي وهنا في passato futuro non legato al presente او nel futuro nel passato futuro nel passato هنا il futuro هنا nel passato عامة present او passato في الاخر في حدث مبني على حدث واحد فيهم بيعتبر فطوره للتاني تمام هنا so che Marco arriverà alle 6 هنا انا اعرف ان Marco arriverà alle 6 اول واحده هنا present ثاني واحده فطوره io so adesso che Marco arriverà alle 6 ممكن يجي ممكن لا انا هنا انا عارف ان ماركو هيوصل الساعه السادسه ممكن يجي وممكن ايه لا تمام اوكي هنا بقى بقول او سابوتو كون مولتو انتيشيبو انا عرفت مسبقا كي ماريو ساريبي اريفاتو ييري على السي ان ماريو كان هيوصل امبارح الساعه 6
اوكي سربي اريفاتو الي سي، سربي اريفاتو الي سي، انما ماركو كان هيوصل امبارح الساعة 6، هنا ممكن يكون ما وصلش اصلا، وممكن يكون وصل، اوكي، ولكن هنا اللي هو سربي اريفاتو كان المفروض ان هو يوصل الساعة 6، كان المفروض هو ممكن يوصل الساعة 6. تمام، هنا او سابوتو بوكو فا كي ماركو اريفيرا الي ساي، انا عرفت من شويه فاتوا ان ماركو اريفيرا الي ساي ان هو لسه هيوصل الساعه 6، لسه 6 دي ما جاتش لان ده فطور. اوكي او بنسو كي التيمبو كان بيرا بريستو، يعني انا اعتقد ان التيمبو الجو هيتغير بريستو قريب، ماشي، بس ايه لسه انا مش عارف النتيجه. هنا بقى بقول pensavo che il tempo sarebbe cambiato presto. Pensavo, كنت فاكر ان التيمبو sarebbe cambiato، كان هيتغير بدري، بس ما اتغيرش. اوكي pensavo che il tempo sarebbe cambiato presto. تمام، معلش طبعا هو صعب. هنا trasformate ora le seguenti frasi secondo il modello، ماشي، هنحول الجمل على حسب الموديلو او النموذج اللي معانا. هنا immagino che Marco tornerà tardi، انا هنا في المضارع immagino، adesso immagino che Marco، immagino che Marco، اوكي، tornerà، Marco tornerà presto. Tornerà presto انا يعني متوقع ان ماريو هيرجع بدري. ده في ايه؟ ده هنا حاليا انا بتوقع حاجه في الفوتورو، ولكن انا كنت متوقع ان هو كان هيرجع بدري. اوكي انا كنت متوقع ان هو كان هيرجع بدري، فبقول immaginavo che Marco، اوكي، ايه بقى؟ sarebbe tornato presto، sarebbe tornato presto، ماشي، انا كنت متوقع ان ماريو كان هيرجع بدري. تمام، هنا ممكن يكون في سنة احتمالية للصح غير الثانية اللي احنا الحالة الأولانية اللي احنا أخدناها كان فيها استحالة إن الحدث ده يكون اتحقق، إن هو افري اتشيتاتو تون فيتو ما أو ألترون فيني. هنا إيماجينافو كي ماركو ساريبي تورناتو بريستو، أنا كنت متوقع إن ماريو هيرجع بدري، ممكن يكون ما رجعش، ممكن يكون رجع بس أنا ما أعرفش. ماشي، إيماجينافو كي ساريبي تورناتو بريستو، هنا إيماجينافو كي ماركو ساريبي تورناتو هنا تاردي ناسو بريستو، أوكي. Siamo sicuri يعني احنا متأكدين che Luigi troverà lavoro، che Luigi troverà lavoro يعني ان Luigi سوف يجد عمل. Siamo sicuri، نحن متأكدين، sicuri che Luigi troverà، هيجد عمل، ماشي. عايز اقول بقى ان احنا كنا متأكدين ان هو كان هيلاقي عمل، ماشي، كنا متأكدين ان هو كان هيلاقي عمل، ممكن يكون لقاه، ممكن يكون لا، بس احنا كنا متأكدين ان هو كان هيلاقي عمل. اوكي ها possiamo scrivere questa frase، كنا متأكدين، adesso احنا siamo sicuri، ماشي، ولكن احنا كنا متأكدين، نفتكر الزمن اللي كنا بنقول عليه كان وكنا، اللي هو اسمه imperfetto، الماضي الناقص كان وكنا. تمام، يبقى هنا ايه؟ eravamo sicuri che Luigi avrebbe trovato lavoro. تمام، يبقى هنا eravamo، اوكي، يبقى هنا siamo sicuri adesso، اوكي، هنا siamo sicuri adesso، ولكن eravamo في الماضي، eravamo، buongiorno، يبقى هنا eravamo sicuri اوكي، يبقى هنا eravamo sicuri اوكي che، مش عارفه مين، avrebbe trovato un lavoro او avrebbe trovato lavoro، اوكي، ان هو كان هيلاقي لويجي، che Luigi avrebbe trovato lavoro، اوكي. لا هو مش imperfetto، imperfetto ده فات من زمان وخلصناه من A2،
اوكي، احنا الامبرفكتو اخدناه وقلنا الفرق ما بينه وما بين الباستاتو بروسيمو من زمان قوي يعني. باستاتو بروسيمو ان حاجه خلصت تمت، فبقول اللي هو مثلا بقول سونو اندادا، انا ذهبت، ولكن اندافو كنت اذهب. فهنا الموضوع كان فيه كان، مجرد ما يعني انا اقدر ان انا بالعربي اشرح بكان يبقى انا بستخدم الامبرفكتو، اصلح بحصل او تم يبقى باساتو بروسيمو. يبقى هنا سيامو سيكوري احنا متاكدين الان، ولكن هناك ارافامو كنا متاكدين. ارافامو سيكوري كيرويجي افريب تروفاتو، احنا درسنا النهارده اللي هو افريب تروفاتو مش ارافامو، ولكن احنا بنفتكر. يبقى هنا ايه افريب تروفاتو لافورو، يبقى ارافامو سيكوري كيرويجي افريب تروفاتو لافورو. Penso che Sergio prenderà la facoltà di lettera. Ok, يبقى هنا يبقى هنا ايه penso che Sergio prenderà. انا كنت اعتقد ان سيرجيو prenderà la facoltà di lettere، يعني هياخد كلية الاداب. facoltà di lettere يعني كلية الاداب، ماشي. eravamo sicuri che Luigi avrebbe trovato ماشي، avrebbe trovato، عشان ده كان هيلاقي. avrebbe trovato هنا penso che Sergio prenderà la facoltà di lettere، يعني هنا انا اعتقد ان سيرجيو هياخد كليه الاداب. penso che Sergio هنا ايه prenderà la facoltà di lettere، يبقى هنا pensavo في الماضي كنت فاكر. pensavo che Sergio هنا هنا avrebbe preso la facoltà di lettere، كان هياخد كلية الآداب، ماشي. يبقى هنا أنا بقول penso che Sergio prenderà la facoltà di lettera. facoltà di lettera collette l'adep facoltà di lettere ok facoltà di lettere collette l'adep يبقى هنا انا بقول pensavo كنت فاكر في الماضي pensavo ok che Sergio bravo يا سامر bravissimo che Sergio ok avrebbe preso كان هياخد la facoltà di lettere ok la facoltà di lettere كلية الآداب تمام. بعد كده هنا lui dice هو بيقول sempre دايما che prima e poi farà carriera، يعني هو بيقول ان هو يعني سابقا ام لاحقا يعني سوف يعمل مركز كارييرا اوكي فرا كارييرا. يبقى هنا lui dice adesso يبقى في الماضي lui diceva كان بيقول sempre che prima o poi يعني سابقا او لاحقا فرا avrebbe fatto carriera، ممكن يكون عملها ممكن يكون ما عملهاش، تمام؟ ان هو كان هيعمل كارييرا، ماشي. هو كان بيقول ان هو كان سابقا او لاحقا كان هيعمل كارييرا، احنا بنحكي بقى كان هيعمل كارييرا، اوكي؟ يبقى هنا lui diceva sempre، هنا lui dice sempre che prima o poi farà carriera، هو بيقول حاليا، يبقى هنا lui هو dice sempre دايما che prima o poi سابقا ام لاحقا o poi فرا هو هيكون دي مستقبل يعني هيعمل كاريرا فرا كاريرا تمام. هو واحد بيقول انا ايه يا جماعه انتظروني انا النجم الصاعد الواعد اوكي. lui diceva ok lui diceva brava che avrebbe fatto una carriera bravissima. يبقى هنا lui diceva كان بيقول. انا لو قلت ادتو يبقى قال هنا انا قفلت بقى ما بحكيش خلاص قال تم. lui diceva sempre كان دايما بيقول ماشي. lui diceva sempre che prima o poi che prima o poi
ماشي، زي ما قالت فاطمة avrebbe fatto carriera اللي هي الكاميليا. تمام، معلش هو طبعا الموضوع بايخ جدا وغلس، بس هنعمل ايه. كارلا سا يعني كارلا عارفة che suo marito non tornerà a pranzo. كارلا سا يعني كارلا عارفة ان جوزها مش هيرجع على الغدا. ماشي، انا بقى ممكن اقول انا كنت عارفة ان هو مش هيجي على الغدا، او هي كانت عارفة ان هو مش هيجي. ماشي، يبقى هنا كانت عارفة sapeva ان هو مش هيجي che non sarebbe tornato، ما كانش هيجي على الغدا. اوكي، يبقى كارلا sapeva. تمام، يبقى هنا كارلا sapeva ماشي che suo marito ماله بقى هنا بقى ايه non sarebbe tornato او non sarebbe tornato ماشي، non sarebbe لان il verbo tornare بياخد essere tornato، مش عارفه بقى accenna ولا الكلام اللي هم كاتبينه. ماشي، non sarebbe tornato. اوكي، هي كانت عارفه ان هو مش جاي. اوكي، يعني انا ما جيتش مثلا بعتذر لك بقول لك scusa mia avevo da fare lo sapevo che non saresti venuta، انا كنت عارفه انك مش هتيجي. اوكي، sapevo che non saresti venuta، خلاص انا دي حاجه كنت متوقعاها من الاول ان انت مش هتيجي. تمام، اوكي، برافو يا فاطمه، برافو يا سامر. هنا تاني loro sperano يعني هم يعني بيتمنوا، loro sperano che il treno arriverà in orario يعني هم بيتمنوا التreno يوصل في الميعاد. arriverà in orario adesso، هم بيتمنوا في الوقت الحالي ان التreno يوصل في المستقبل في ميعاده. هم كانوا بيتمنوا ان التreno كان يوصل في ميعاده، يبقى loro speravano كانوا يتمنوا che il treno sarebbe arrivato in orario. يبقى هنا loro هم speravano che il treno يبقى sarebbe arrivato in orario، كانوا بيتمنوا ان الترينو يوصل في ميعاده. تمام، اوكي تمام، اوكي تمام. يعني هنا ايه، في حاجه مرتبطه بحاجه. تمام، اوكي، sarebbe arrivato. برافيسيمو يا سامر، برافيسيمو. اوكي، في بعد كده هنا ماركو ريبيت، ماركو بيكرر، ماركو ريبيت سبيسو، ماركو بيكرر دائما كي اندرا افيفر دا سولو، دايما عمال يقول انا رايح اعيش لوحدي. اوكي، اندرا افيفر دا سولو، هو دايما عمال يكرر دلوقتي ان هو هيروح يعيش لوحده، سوف يذهب ليعيش بمفرده، ده في المضارع، هو هيعيش لوحده في المستقبل، ولكن احنا في الماضي يبقى ماركو ريبيتيفا. ماركو ريبيتيفا كان دايما بيكرر، ماركو ريبيتيفا إيبا spesso che andrà a vivere da solo، che sarebbe andato a vivere da solo. تمام، ان هو كان هيروح يعيش لوحده، كي sarebbe andato a vivere da solo. هنا ايه، sarebbe andato تمام، sarebbe andato a vivere da solo. tutti sanno كل الناس عارفه che i prezzi delle case saliranno ancora، كل الناس عارفه ان اسعار البيوت هترتفع تاني، كلهم عارفين. ماشي، كلهم كانوا عارفين ان هي كانت هترتفع. اوكي، يعني ايه، مثلا في مثال كده لو نعرف نعمله، مثلا انا كنت عارف ان هو هيقول لك كده،
او كنت عارف ان هو هيقول كده، بلاش هيقول لك دي عشان ما تدخلش في ضمايري، انا كنت عارف ان هو، انا بقول مثلا سامر قال ايه، ففاطمه تقول لي قال كذا وكذا وكذا وكذا، اه انا كنت عارف ان هو هيقول كده، او كنت عارفه ان هو هيقول كذا. اوكي، كنت عارفه sapevo che avrebbe detto، ماشي avrebbe detto بقى اللي هو ايه، اللي هو ايه كان هيقول. اوكي، che l'avrebbe detto così. ماشي، يبقى هنا فين احنا؟ tutti sanno che i prezzi delle case saliranno ancora، هيرتفعوا ancora. tutti sanno الان، adesso، ماشي، ولكن في الماضي tutti sapevano che i prezzi delle case sarebbero saliti، sarebbero saliti كانوا هيرتفعوا. الverb salire، يطلع او يرتفع، بياخد الverb essere، sarebbero saliti، ممكن ياخد avere كمان، يعني في بعض، يعني مفيش مشكله بياخد الاثنين بس بياخد essere اكتر. ماشي، يبقى tutti sapevano che i prezzi delle case sarebbero saliti ancora، كان كل الناس عارفه ان اسعار الشقق كانت هترتفع. siamo certi، احنا متاكدين che Giorgio ci aspetterà alla stazione. siamo certi، احنا متاكدين ان Giorgio ci aspetterà، هيستنانا alla stazione، في المحطه. احنا كنا متاكدين، يبقى eravamo certi، eravamo certi، كنا متاكدين che Giorgio ci avrebbe aspettato alla stazione، كان هيستنانا، ci avrebbe aspettato alla stazione، ci avrebbe aspettato alla stazione. اوكي، tutti sapevano che i prezzi delle case sarebbero saliti. bravo Yasemin، bravissimo. يبقى هنا siamo certi، eravamo certi che Giorgio ci avrebbe aspettato alla stazione، كان هيستنانا على المحطة، كان هيستنانا. ماشي، استنانا او لا، ده بقى ايه مش واضح، ولكن كان هيستنانا. انما هنا اسبترا لسه ما جاتش. سابيامو، لو سابيامو جا، سابيامو جا، بحيث ان انا لو خليتها فطوره خلاص هيبقى مستحيل يعني. سابيامو جا كي مارتا سي سبوسيرا ان ابريل، احنا عارفين ان مارتا هتتجوز في ابريل. احنا كنا عارفين، يبقى سابيفامو، سابيفامو جا، كنا عارفين بالفعل كي مارتا سي سي sarebbe sposata in aprile، سي sarebbe sposata in aprile، كانت هتتجوز في ابريل. اوكي، كلنا كنا عارفين ان مارتا كانت هتتجوز في ابريل. اوكي، Elena immagina che Franco sarà contento del regalo. Elena immagina، Elena بتتوقع، Elena immagina بتتوقع che Franco sarà contento del regalo، يبقى هنا لفرانكو هيكون سعيد بالريجالو. يبقى هنا Elena immaginava، كانت بتتوقع che Franco، يبقى هنا الفيربو essere طبعا بياخد نفسه. ماشي، يبقى sarebbe stato contento del regalo، sarebbe stato contento del regalo. va bene؟ اوكي، si sarebbe sposata in aprile، تمام. طبعا الverbo sposarsi فعل riflessivo منعكس بياخد essere، اي فعل riflessivo بياخد l'ausiliare essere او المساعد essere في تكوين الازمنه اللي هي composti او المركبه، تمام. هنا بقى كومبليتات الفرازي كون الفيربو فرا بارنتسي، هنكمل بالفيربو فرا بارنتسي ما بين القوسين. هنا كويل جورنو، كويل جورنو، في هذا اليوم او ذاك اليوم، ماركو اديتو، ماركو قال كي ساريبي بارتيتو بير اون فياجو دي لافورو، ان هو كان هيسافر في في فياجو دي لافورو، مهمه عمل، تمام، او سفريه عمل يعني. في بعد كده sarebbe sposata. اوكي، تمام. هنا quel giorno Luisa ha detto che prima di decidere e va con i suoi. هنا بقى parlare تتكلم. ماشي، يعني إلين قالت ان هي قبل ما تتكلم، ها، قبل ما تقرر كانت هتتكلم مع اهلها. ممكن تكون ما اتكلمتش، يعني هي ممكن تكون ما كلمتش، بس هي كانت قايله كده، يعني هي قالت ان هي كانت هتتكلم مع اهلها. ماشي، انا ما اعرفش بقى اللي حصل، يعني هو حد بيقول لي ما قالتش لاهلها، والله دي كانت قايله ان هي تكلمهم،
Ok? يبقى هنا quel giorno Luisa ha detto che prima di decidere avrebbe parlato con i suoi, avrebbe parlato con i suoi, كانت هتتكلم مع i suoi اللي هم i suoi genitori اللي هو الوالدين الأب والأم i suoi genitori. يبقى quel giorno Luisa ha detto che prima di decidere قبل ما تقرر avrebbe parlato con i suoi. La settimana scorsa, la settimana scorsa, يعني الأسبوع الفائت الماضي abbiamo saputo che Franco da Franco احنا عرفنا من فرانكو che presto suo padre يعني بدري قوي suo padre dagli Stati Uniti كان راجع من الولايات المتحدة. اوكي يبقى هنا Elena immaginava che Franco sarebbe contento. اوكي يبقى هنا السيمانة سكورس احنا عرفنا من فرانكو ان ابوه هيرجع كان راجع من الستاتي اونيتي يبقى sarebbe tornato dagli Stati Uniti. Quando ho visto quanto beveva, لما شفت قد ايه هو بيشرب كحولات طبعا. Ho pensato che il giorno dopo Sergio è male stare. هيكون طبعا حالته وحشة انه بيشرب كتير. لما انا عرفت quando ho visto او شفت quanto beveva قد ايه هو بيشرب. Ho pensato che il giorno dopo Sergio sarebbe stato male. طبعا كان هيكون حالته مش كويسة لان هو بيشرب كتير. انا شفت ده بنفسي. Quella sera Marta ha ripetuto più volte che e va a studiare il tedesco. يعني في اليوم ده ان ايه مارتا قعدت اكتر من مره. برافو يا نعمه. اوكي يبقى هنا مارتا قعدت تكرر اكتر من مره ان هي كانت هتبدا تعليم التدسكو او الالماني. يبقى افريبي كومينشاتو a studiare il tedesco. Avrebbe cominciato a studiare il tedesco. تمام. In quel momento ho capito, في هذه اللحظة أنا فهمت, ho capito che la situazione in meglio, يعني cambiare, هتتحسن أحسن. كانت هتتحسن أحسن. يبقى هنا avrebbe cambiato in أحسن. أنا في هنا فهمت إن إيه la situazione avrebbe cambiato in meglio. يبقى هنا il condizionale أصلا كمان composto si usa per esprimere un'azione passata condizionata da un'altra azione passata. يعني il condizionale composto si usa per esprimere بيستخدم للتعبير عن un'azione passata. يعني حدث في الماضي كونديسيوناتا مشروطة معتمدة ده ونالترا أزيوني باساتا ده نوع تاني من الاستخدام. يبقى احنا خدنا اول استخدام ان هو التعبير عن حاجة مستحيلة الحدوث. اوكي يعني بقول ساري انداتا ميلانو يعني انا اروح ميلانو مثلا جوفيدي بروسيمو ما تشي سارا ون شوبرو ولكن هيكون في اضراب خلاص مش هقدر اروح انا كده خلاص قفلت ده استحالة بس كان على عيني ان انا اروح. اوكي ولكن هنا مثلا بقول ان سامر مثلا ديتشيفا سامبري كي افريب فاتو اونا كارييرا. يعني سامر دايما كان بيقول ان هو هيعمل كارير او كان هيكون حد فاموزو يعني حد مشهور او كده. ممكن يكون بقى انا شفت خلاص سامر في الجرايد والتلفزيونات وكده. ايه ده الولد ده كان طول عمره بيقول على نفسه كده ماشي وممكن ما يكونش حصل. تمام. هنا في احتمالية اه وفي احتمالية لا. هنا بقى بيقول لك هنا حدث مرتبط على حدث تاني ماشي. هنا الكونديشنال كومبوستو سي اوزا بير اسبريمير اون باساتا. هنا هنعبر عن حدث في الماضي كونديشناتا ده اونالترا اتسيوني باساتا معتمده على اونالترا اتسيوني باساتا. ييري فرانكا الامس فرانكا نون اي فينوتا دا لاورا لم تاتي عند لاورا. كومي ماي ازاي يعني كومي ماي فرانكا ما راحتش عند لورا. اي ديفوت اندار دال ميديكو هي اضطرت تروح للميديكو سينو سينو ساريبي
venوته سينو سارب بفنوته لو ما كانش كده شي سارب بفنوته لو ما كانش كده كانت ايه كانت راحت شي سارب بفنوته. هنا بقى سارب بفنوته كانت هتروح عند باولا وعند لورا، ولكن للاسف هي راحت للميديكو، هتعمل ايه؟ طيب فهنا التانية دي المعتمدة على الأولانية، يعني هي معتمدة إن راحت للميديكو فما قدرتش إن هي تروح لمين؟ للاورا، ولو ما كانتش كده كانت راحت. جورجو نون ها انكورا فينيتو كويل لافورو، ماشي، جورجو لم ينتهي من هذا العمل. كومي ماي، كيف، ازاي، او افوتو كوسي بيو اورجنت دافاري، يعني كان عنده اشياء اخرى بيو اورجنت اكثر اهميه دافاري، التريمنتي، والا اذا لافريب جا فينيتو، والا كان انهى هذا العمل. كومي ماي لويزا نون ها اتشيتاتو الانفيتو دي مارتا، يعني كي يعني ازاي يعني لويزا ما قبلتش الانفيتو دي مارتا، ما قبلتش دعوه مارتا. افيفا جا ان امبينيو، كان عندها امبينيو، altrimenti لو ما كانش عندها امبينيو او مشغوليات نون لافريب ريفيوتاتو، لو ما كانش عندها مشغوليات ايه كان زمانها ما كانتش رفضت. تمام، يعني مثلا انا بقول انت ليه ما سافرتش السنه دي مثلا فرنسا؟ ماشي، انت مش كنت قايل انك هتسافر فرنسا؟ اوكي، فانت بتقول سونو فينيتي السولدي، altrimenti يعني الفلوس خلصت، لو ما كانش كده ساراي بارتيتو بير فرنسا، كنت سافرت فرنسا. ماشي، حدث مرتبط على حدث تاني. اوكي، هنا كومبليتات الفرازي سيكوندو الموديلو، هنكمل الفرازي سيكوندو الموديلو. فرانكا نون اي فينوتو، فرانكو نون اي فينوتو، فرانكو لم ياتي. نون كابيسكو بيركي، انا مش فاهم ليه. ستافا بوكو بيني، يعني واحد تاني يقول له ده ما كانش قد كده، يعني كان تعبان شويه. altrimenti sarebbe venuto، لو ما كانش كده اكيد كان هيجي، يعني هو اكيد كان هيجي لو ما كانش هو تعبان، يعني هو تعبان وده السبب اللي هو منعه. انا هنا بقول ماريو نونا مانجاتو كوازي نيينت، ماريو ما اكلش حاجه، نون كابيسكو بيركي، انا مش فاهمه ليه. نونا فيفا ابيتيتو، هنا بقى بترد عليا حضرتك بتقول لي نونا فيفا ابيتيتو، altrimenti كان كل، هتقول لي ازاي بقى كان كل؟ altrimenti، ها؟ انا بقول ماريو نونا مانجاتو، ما اكلش كواسي نيينتي، ولا حاجه تقريبا، ما اكلش ولا حاجه، نون كابيسكو بركي، فحضرتك بترد بتقول لي نونا فيفا ابيتيتو، ما كانش عنده نفس، ما كانش ليه نفس، altrimenti avrebbe mangiato tutto، او avrebbe mangiato tanto، avrebbe mangiato اي حاجه، ماشي، l'avrebbe mangiato. تمام، لورا نوني ريماستا، نوني ريماستا كون نوي، لورا ما عادتش معانا، نون كابيسكو بركي، مش فاهمه ليه. era stanca، كانت تعبانه، altrimenti كانت قعدت، تمام، برافو، avrebbe mangiato، altrimenti كانت مكست، فضلت معانا، ماشي، كانت ايه بقى؟ sarebbe rimasta con noi، كانت قعدت معانا، ماشي. جوليو e Maria non hanno، جوليو e Maria non hanno telefonato، يعني جوليو ماريا ما اتكلموش في التليفون، non capisco perché، انا مش فاهمه ازاي، non sono tornati a Milano، هم ما رجعوش da Milano، ما رجعوش من ميلانو، altrimenti لو كانوا رجعوا بقى، والا اذا كان طبعا كلموكي، يعني هو المشكله اللي على المناخير، هم ما رجعوش، لو كانوا رجعوا كانوا كلموكي، كانوا كلموكي دي بقى altrimenti، ها؟ altrimenti avrebbero هنا avuto، hanno il verbo avere، avrebbero avuto telefonato، avrebbero avuto telefonato. ok، هنا بينو non ha aspettato، non capisco perché، بينو ما استناش خالص، انا مش فاهم ليه. aveva fretta، كان مستعجل، altrimenti والا اذا، يعني لو ما كانش مستعجل كان هيستنى، يبقى هنا avrebbe aspettato، يبقى هنا aveva fretta altrimenti avrebbe aspettato، هو ما انتظرش بس كان هينتظر طبعا لو ما كانش مستعجل، avrebbe aspettato. اوكي، اوكي، يعني مثلا انا شفت جارتي تعبانه او زعلانه او بتاع، فبقول لها ايه، او لافورو altrimenti sarei rimasta con te tutto il giorno، لو ما عنديش شغل انا عندي شغل، altrimenti لو ما كانش كده انا كنت فضلت معاكي طول اليوم في البيت.
بس انا عندي شغل، فبالتالي مش هقدر، فانا مش هقعد معاها، فبقول ساري ريماستر ماشي، مش هقول بقى ريمانجو كونتي لان انا هنا مش حاجه، مش هقعد فعلا. اوكي هنا بقول ايه تاني، كارلا نوني اوشيتا كون لي اميتشي، كارلا لم تخرج مع اصدقائها، نون كابيسكو بيركي، لم افهم لماذا، افيفا اونالترو امبانيو، يعني ممكن يكون عندها اونالترو امبانيو، اشغال اخرى، التريمنتي ايه بقى، كانت خرجت معاهم ماشي، ساريبي اوشيتا كون لي اميتشي او كون لورو، لو ما كانتش مشغوله كانت خرجت معاهم، يعني انتوا خارجين رايحين الماني مثلا وانا نفسي اروح معاكم بس انا عندي مذاكره، فانا بقول سونو او التر امبانيو، يعني عندي مشاغل اخرى. اوكي التريمنتي ساري فينوتا كون فوي، كنت جيت معاكم بس انا مش قادره اجي معاكم عشان عندي حاجه ثانيه. اوكي تمام. اوكي هنا نفس الطريقه، في عندنا هنا veramente، veramente non puoi restare peccato، يعني بجد مش هتقدر تستنى، peccato حرام يعني كده، avremmo passato una bella serata insieme، ايه ده انت مش هتقدر تقعد معانا، ده احنا كنا هنقضي una bella serata insieme، ليله تحفه مع بعض، كنا هنقضي بس احنا خلاص مش هنقضيها، هنا avremmo passato، avremmo passato، يبقى هنا veramente non puoi restare peccato، للأسف خسرت كتير بقى، avremmo passato una bella serata insieme، sono così stanco che andrei subito a letto، يعني هنا أنا فعلا تعبان، che andrei ونفسي أروح للسرير subito، هنا conditionale semplice، يعني هنا فعلا أنا نفسي أروح السرير. Quando partirà per New York, signorina? متى ستسافرين إلى نيويورك؟ يبقى هنا الverbo partire ودوماني. ما c'è lo sciopero degli aerei؟ أنا كنت هسافر بكرة. ماشي؟ بس ما سافرتش لأن في c'è lo sciopero degli aerei، عشان في إضراب الطائرات. يبقى هنا sarei partita domani، sarei partita domani، كنت هسافر domani غدا، sarei partita domani ma c'è lo sciopero degli aerei، ولكن هناك sciopero degli aerei اللي هو إضراب الطائرات. Non so se aspettare o andarmene، أنا مش عارف إذا كنت أستنى ولا أمشي. البوستو سو يعني هنا أنا لو أنا في مكانك إيو، ها إيو هنا بقى إيه أسبتري، هنا بقى هنا إحنا لازم نفرق ما بين الكونديشنال كومبوستو والكونديشنال سامبليتشي. هنا واحد بيقول نون سو سي أسبتري وأندار مني، أنا مش عارف أستنى ولا أمشي. أنا بقول لو أنا في مكانك أنا لسه في المضارع هستنى، يبقى هنا ساري، لا إحنا مش هنخليها هنا كومبوستو، هنا هتكون سامبليتشي. ساري sarei hena bae aspetterei ماشي ancora، ماشي aspetterei ancora، وانا فكانك هستنى، هنا دي نصيحه consiglio، ماشي هنا مش حاجه مستحيله، دي نصيحه. اوكي يبقى al posto tuo io aspetterei ancora، aspetterei تمام، aspetterei ancora. Sai يعني انا مثلا مش عارفه ايه، non so se se andrò a Roma o no، لو هروح روما ولا لا، al posto tuo io andrei، ci andrei، لو انا في مكانك هروح. Non so se sai che il tuo regalo mi è piaciuto moltissimo، انت عارف ان هديتك عجبتني قوي، انا كنت متاكد ان هي هتعجبك او ان هي كانت هتعجبك، ماشي انا كنت متاكد ان هي كانت هتعجبك، حد جاب لي هديه وانا بقول انت عارف هديتك عجبتني جدا، انا متاكد ان هي كانت هتعجبك، يبقى هنا ero sicuro che ti ها ti sarebbe piaciuta، che ti sarebbe piaciuta، انا كنت متاكد ان هي كانت هتعجبك، che ti sarebbe piaciuta. Laura non ha ancora scritto، لورا ما كتبتش، استرانو غريبة، davvero استرانو davvero بالفعل غريب، يعني prima di partire ha ripetuto، قبل ما تسافر ha ripetuto ان هي كانت هتكتب لي على طول، ما كتبتش
ماشي، يبقى هنا اري ريبيتوتو كي ها افريبي مي افريبي سكريتو، مي افريبي سكريتو سوبيتو، او افريبي سكريتو سوبيتو. اوكي ماشي، افريبي سكريتو سوبيتو، ان هي كانت هتكتب فورا. مارتا هي وشيتا افاري سبيزا، يعني مارتا خرجت عشان تتسوق. نون تشي ها ديتو نينت، ما قالتلناش اي حاجه. التريمنتي ها كنا رحنا معاها، ماشي كنا رحنا معاها او كنا خرجنا معاها. altrimenti saremmo uscito con lei، anche noi con lei، لو هي كانت قالت لنا كنا هنروح معاها. لويجي sta male، لويجي sta male، لويجي مش كويس صحيا يعني، ما non vuol chiamare il dottore، ولكن لا يريد ان يكلم الدكتور. invece bene a chiamarlo subito، هنا بقى هنستخدم الكونديشنال سمبليتشي، هو هنا لسه عيان مش عايز يكلم الدكتور، invece احسن ان هو يكلمه، يبقى هنا farebbe bene a chiamarlo subito، farebbe bene a chiamarlo subito. ماشي، يعني هنا التمرين ده احنا بنشوف اللي يناسب يا سمبليتشي يا كومبوستو. ماشي، sarebbe bene a chiamarlo subito، هيكون احسن ان هو يكلمه على طول. hai poi comprato la gonna che ti piaceva، يعني اشتريتي الجونيلا اللي كانت عاجباكي او الجيب اللي كانت عاجباكي. non avevano la mia taglia، يعني ما كانش عندهم مقاسي، لو ما كانش كده كنت اشتريتها طبعا. se no l'avrei، هنا بقى كنت اشتريتها انا، ماشي انا كنت اشتريتها. se no هنا بقى لا اللي هي comprar la، comprar la اللي هي طبعا la gonna، هنا بقى l'avrebbe، l'avrei comprata، ماشي l'avrei comprata، ماشي l'avrei comprata. quando il signor Rossi è andato in pensione، quando il signor Rossi è andato in pensione il figlio ha preso il suo posto، يعني لما السيور روسي عندها البنسيون طلع على المعاش، il figlio ابنه ha preso il suo posto، اخذ مكانه. per fortuna، ماشي لحسن الحظ، se no forse il ragazzo non ancora lavoro، لو ما كانش ابوه طلع المعاش ما كانش هيلاقي الولد ده شغل. ماشي، يبقى هنا per fortuna، se no لو ما كانش ده حصل forse il ragazzo non avrebbe trovato ancora lavoro، ma cancella e shock، non avrebbe trovato ancora lavoro. il vino è finito، il vino خلص، النبيذ خلص. peccato يا خسارة، anche io ne un altro bicchiere، يعني انا كمان كنت هشرب بكيرة تانية بس مش جبتهاش لانه خلص، يبقى هنا ne avrei bevuto un altro bicchiere، ماشي ولكن هو خلص. perché non siete venuti al concerto ieri sera، لماذا لم تأتوا للحفلة concerto ieri sera، أمس في المساء، يبقى هنا بقول إيه، هنا ci saremmo venuti، كنا هنيجي، ما non siamo riusciti a trovare i biglietti، ولكن كنا لم نستطيع أن نجد تذاكر. تمام، معلش هو صعب، حاجات كتير فيه صعبة، ولكن يعني احنا بنحاول فيه مع التمارين، وان شاء الله مع قراءات هتكون موضوع اسهل. اوكي grazie a voi، vi auguro una buona giornata e buon pranzo، grazie mille، اوكي ciao ciao.